خليني طيب بقى ابدا معاك ومع حضراتكم دلوقتي يا كريم، ونتكلم ان احنا النهارده عندنا كده كم يعني حدث حلوين ممكن نتكلم فيهم، بس خلينا نبدا ونقول طبعا مبروك لرجال سله الاهلي الفوز ببطوله الانديه العربيه، ده لاول مره في تاريخه بعد فوز على او الفوز اللي تم على الكويت الكويتي. اخر مره وصل لنهائي البطوله كان من 21 سنه كريم، للاسف خسر امام الجزيره. ولكن يعني برضو الجدير بالذكر، يعني الشيء بالشيء يذكر، دي رابع مرة سلة النادي الأهلي تصل للنهائي. وصل الفريق قبل كده للفاينل أعوام 91 و99 و2000، طبعا فرحة كبيرة جدا مش بس باللقب ولكن كمان الحقيقة بالأداء وبالروح والعزيمة على مدار المشوار بالكامل، مشوار المباريات، وكان فيه منافسات قوية جدا مع فرق كلها يتقال عليها فرق من العيار الثقيل، والحقيقة قيادة فنية رائعة من أوجستي المدير الفني، وطبعا كل اللي معاه في الجهاز المعاون مليون مبروك، وأكيد احنا مستنيين منكم المزيد من البطولات المحلية والقارية الفترة الجاية إن شاء الله. مرة تانية مبروك، فرحتونا زي ما كنا بنقول، يعني هي كانت بطولة غايبة ولكن قدرنا ان احنا نرجعها او نحصل عليها، فأكيد ده نتاج مجهود رائع جدا وشغل رائع جدا على الأرض.